السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خذي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم خير بإذن الله. يوم الأحد الماضي وقعت قربالة كبيرة بمدينة صفرو. شخص تلاتيني كيظهروا عليه علامات الخلل العقلي، هجم على المواطنين في الشارع العام بدون سبب بواسطة واحد العصا، واحد الحديدة ومنشار كذلك، واللي قرب ليه كيضربوا. ومنين الساكنة عيطوا للبوليس، حتى هما منين دخلوا هجم عليهم، وكانت غادي توقع واحد الكارثة ذاك النهار، مجزرة بمعنى الكلمة، لولا لطف الله وكذلك استعمال السلاح الوظيفي من طرف السلطات مكن من إيقاف هذا الشخص اللي كان في حالة هيجان متقدمة. اذا اخوتي، هذا الفيديو حطيت لكم غير مقتطفات منه فقط، غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو كامل في اول تعليق اسفل الفيديو، غادي تلقاوه على الصفحه ديالتي على الانستغرام، ضغطوا على اللين ودخلوا مباشره تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر. اذا الشرطه تطلق الرصاص لتوقيف مختل عقلي اصاب 3 اشخاص بالسلاح الابيض. اضطر موظف امن برتبه مقدم شرطه يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو إلى الاستعانة بسلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة من ذوي السوابق القضائية، عرض عددا من المواطنين وعناصر الأمن لاعتداء خطير باستعمال السلاح الأبيض وأداة رادة. وتوصلت المصالح الأمنية بصفرو بإشعار حول قيام المشتبه به الذي كان في حالة غير طبيعية وتبدو عليه علامات الخلل العقلي بتهديد المارة وتعريض أحدهم للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض في الشارع العام، فقامت الشرطة بالتدخل على الفور لتوقيفه، ورفض المعني بالأمر الامتثال للشرطة كما قام بتعريض أحد عناصر الوقاية المدنية وموظف شرطة لاعتداء جسدي خطير باستعمال سكين وقضيب حديدي، فاضطر مقدم الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية أصابت المشتبه به في أطرافه السفلى، ومكن هذا التدخل من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه به وتوقيفه، فضلا عن حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء. وتم نقل المشتبه به المصاب وموظفي الشرطة والوقاية المدنية المعطوبين إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية في انتظار إجراء بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر. أنا الأب ديال هذاك الولد اللي تنضرب نهار الحد بالقرطاس، ولدي من أطيب خلق الله، خدام على راسو وعلى وليداته، 4 الأولاد والمرأة الخامسة، ولكن مريض كتجي هاد الحالة من العام للعام من 2018 هو فاتي والوراق ديالهم راهم في بالحسن، ما عيطنا لهمش باش ضربوه بالقرطاس. هاد السيد اللي ضربوا البوليسي القرطاسة في السماء والسيد طلق الحديدة وهز يديه راه تسلم، مشدو بطريقة سلمية، ما ضربوش بالقرطاس هرسوا من رجل. الله يحسن العوان اخوتي، الكبدة صعيبة، الوالدين ما نقدروش نلوموهم، ضروري غيخرجوا غيدافعوا على ولدهم. المهم اخوتي، هاد الشاب 30 مزوج وعنده 4 ديال الوليدات حسب تصريح ديال الوالدين ديالو، كيقولوا ان ولدهم مربي والله يعمر ليه الدار، خدام على مراته وعلى ولاده، ولكن عنده واحد المرض عقلي وكتجيه الحالة ديال هاد الهيجان مرة في العام، وسبق ليه تلقى العلاجات الضرورية في مستشفى الأمراض العقلية. هنا اللي نبغي نقول الوالدين ديال هاد الشخص، راه الله يحسن لكم العوان، ولكن الوالدة احنا متفقين معك ولدك مريض وكتجيه الحالة، ولكن شنو ذنب الناس اللي كيتعرض لهم في الشارع العام
وكيعتدي عليهم بدون سبب. واش انت يا الوالده تبغي تكوني غاديه في الشارع العام تقضي الغرض ديالك ويوقف عليك واحد الشاب 30 بعصا ديال الحديد في يديه اولا بمنشار وينزل عليك وممكن انه يعطبك ولا ممكن انه يقتلك؟ واش تبغيها لراسك؟ طبيعه الحال ما غاديش تبغيها لراسك. اذا اللي ما تبغيهش لراسك ما خصكش تبغيه حتى للمواطنين الاخرين اللي ما عندهم حتى شي ذنب في هذا الاعتداء اللي قام به الابن ديالك. السيد هز معاه منشار وحديده وعصيه وخارج للشارع اللي بان ليه كينزل عليه للراس وكيجري اخوتي. يعني الا كان الانسان كبير في العمر ولا ما قادش يتمشى ولا ما قادش يجري راه غادي يلحق عليه ويقتلو في بلاصتو اخوتي. راه الشرطي فكو غير الموتور، راه جاتو الضربه في الظهر اخوتي بواحد الحديده اللي كان هاز معاه هاد السيد هذا. تخيلوا معايا لو كان هاد الشرطي هذا ما لابسش الكاسك في راسو ونزل عليه هذاك الشخص بالحديده للراس، راه غادي يقتلو مباشره اخوتي لا قدر الله. حتى من البوليس اخوتي تعدى عليهم. يعني هاد السيد ما كيفرقش، السيد ما حاضرش، واش حمق ولا كيتحامق ولا كيتعاطى المخدرات؟ فهادشي اللي خصو يبان اخوتي منين تجرى ليه خبره طبيه، خاص يكشف عليه طبيب اختصاصي باش نعرفوا هاد السيد واش فعلا حمق، واش كيعاني من اضطرابات عقليه ونفسيه، اولا كيتعاطى المخدرات اللي كيتقرقب كيخرج للشارع العام وكيبقى يتكرفص على عباد الله. الا كان حمق فبلاصتو المستشفى ديال الامراض العقليه، والا كان كيتعاطى المخدرات فالبلاصه ديالته هي الحبس. الحبس كيربي اللي ما مربيش اخوتي. اذا كما قلت لكم هذا الشخص هذا اللي كيظهروا عليه علامات الخلل العقلي تعدى حتى على البوليس وما بغاش يسلم راسو. هذا علاش اضطروا البوليس انه يثيروا فيه في رجليه ويسهل عليهم الاعتقال ديالو، والا راه كان غادي يرتكب مجزره في الحي. ارواح بريئه كان غادي يقتلهم بدون سبب. دابا الوالدين تيحملوا المسؤوليه للبوليسي علاش يتيري في ولدهم وعلاش يهرس ليه رجليه، ولكن دابا هاد ولدك هذا الا قتل الناس وضرب البوليس ما خاص حتى شي واحد يقيسو، ما خاص حتى شي واحد يردعو ولا يقرب ليه حيت هو مريض نفسانيا. ودابا البوليسي ولا مجرم والمجرم ولا ضحيه، تبادلوا الادوار. شد الهضره الخاويه هذه. دابا محسن يتضرب هذا السيد في رجلو باش يتكالما ويعتقلوه، او اللي يخليه كيجري في الزنقه هاز معاه منشار وحديده وكيضرب في عباد الله ويقتل في المواطنين؟ راه البوليسي منين تيرا فيه كان مضطر. البوليسي في الفيديو كان باين عليه معصب ومتوتر لحظه الاعتقال ديال هذاك السيد. يعني كيبان لك البوليسي كيحيد الكاسك وكيعاود يردو. اذا هاد البوليسي راه ما كانش ساهل عليه باش يتيري في هذا الشخص، ولكن للضروره احكام. راه هذيك راه خدمته البوليسي، ما دار غير خدمته اخوتي. الوظيفه ديالو كتحتم عليه انه يستعمل السلاح الوظيفي في الضروره باش يحمي المواطنين من هذا الشخص اللي كان في حاله هيجان وكيشكل خطر. وزيدون هو راه ما قتلوش ولكن تيرى ليه في رجليه، غادي تجرى ليه عمليه واكيد انه غادي يبرى مع الوقت. وكان ولا بدا يتيري ليه في رجليه باش هذا الشخص يتواطى الارض وتسهل عمليه الاعتقال. واش الوالده بغيتي ولدك يطير ليه الفريخ ويبرك يشلط في عباد الله في الشارع العام ويخرجوا الاخرين يقولوا لا واه الامن ما كاينش، الامن ما دايرش خدمته؟ ايوا كما داروا معكم هاد الناس وحنا خوتي، كما داروا البوليس وحنا. الوالده الا كان ولدك مريض الله يشافيه ديه تبعي ليه مع طبيب نفساني يخرج ليه الدواء ديالو واعطيوه ليه في الوقت وتبعوا الحاله ديالو وما تخليوش يتعاطى المخدرات. راه هاد الولد كيقولوا في الخبر انه عنده سوابق عدليه. اذا هاد السيد مجرم سالينا، مجرم ومريض عقليا واكيد كيخلط الدواء ديال الطبيب مع المخدرات، وراه هذه هي النتيجه. هادشي اللي كتكون نتيجه خوتي نتيجه خطيره جدا. اللي مريض وكيشرب الدواء ديال الطبيب بالنهار وكيتقرقب بالليل هذاك راه ممكن يقتل والديه وهما ناعسين، ممكن يذبح مرته بالليل، ممكن يقتل وليداته، ممكن يقزر مالين الدار كاملين. يعني اي حاجه تسناها منه لان السيد كيكون فاقد للوعي. ودابا كيفاش هذا مريض ومزوج، مريض ووالد 4 ديال الوليدات؟ انا ما فهمتش هاد القوم كيفاش كيفكروا. الفقر والشجاعه وتخرج العينين. الوالده الا ولدك مريض ينعس في السبيطار ما تزوجيش باش ما يتكرفش على بنت الناس. وانت يا بنت الناس راجلك حمق وعنده سوابق وبارك العام اللي جي لقاك والده ليه واحد، كي درتي ليها وكيفاش حسبتي هذا الحساب؟ ثم
ما سدوا الصمت وزيروا الحزام شويه، راه هذوك الوليدات هما الضحيه، راه دوك الوليدات مساكن هما اللي كيدفعوا الثمن ديال الاغلاط ديال الوالدين. عائله متشتته، الاب مريض والام ما حاضراش، لا قرايه لا تربيه لا مسكن لا مستقبل، يعني كلشي خلوطه جا شلاضه اخوتي شلاضه، والله القسم لا شلاضه. ما عرفتش كيفاش الناس كيفكروا بعقلهم. واحد الانسان مريض الا لا ما نزوجوش، ويلا زوجتيه وانت يا بنت الناس لقيتي راجلك حمق ولا كيتعطى المخدرات ما نولدش معاه، اعطيني براسي نمشي نطلق نمشي عند دارنا، ماشي كل عام نزيد نولد نولد ضحيه فوق منا ضحيه اخرى. راه بزاف، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. واخر حاجه اللي نبغي نقول انه يجب على وزاره الصحه ايجاد حل لهاد الناس اللي كيعانيوا من امراض عقليه او اضطرابات نفسيه. هادشي راه بزاف وخرج على السيطره، راه يوميا كنسمعوا اخبار ديال الاعتداءات من طرف هاد الفئه الاجتماعيه على مواطنين ابرياء ما عندهم حتى شي ذن. اذا المريض العقلي ولا المريض نفسانيا البلاصه ديالته هي السبيطار، خاصنا سبيطارات اخوتي في بلادنا، خاصنا ضروري سبيطارات اللي غيشدوا هاد الناس حتى يتعالجوا. راه ماشي معقول اننا نبقاو نشوفهم كيتسالوا في الشارع العام وكيشكلوا خطر على الناس وعلى الماره اللي ما داروا حتى شي ذنب في حياتهم، حتى كتجي فيهم واحد الضربه بحديده ولا بحجره وكيقول لك الله يرحمه. واش غنديروا سيد حمق ما عندك ما تمدي منه، سيد بوراقيه يعني ما غيدخلش للحبس وما غاديش يتحاسب، والسبيطار ما باغيش يشدو، وغنبقاو دائما نفس الكاسيطه ونفس الفيلم كيتعاود دائما دائما. الله يدير تاويد الخير للجميع. شكرا على الحضور ديالكم، تهلاو ليا فراسكم بزاف، مع السلامه.